بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحة؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. صراحة بغيت نبدا بعدا بهذه الصالة الرائعة ديال المتتبعة ديالي اللي كنقول لها بالصحة والراحة وبالبركة ان شاء الله. شي حاجة رائعة خوتي كما كتشوفوا معايا. هاد الصالون هذا من الابداع ديال جوج ديال الناس، المالكي نجار اللي شاركتو معكم مؤخرا، ومفروشات المراكشي اللي دائما كيبهرونا تبارك الله ما شاء الله. جات صالة ولا اروع. وبغيت نقول لها تستاهلي اختي والصحه والراحه، ويستاهلوا كاع خواتاتي وصحباتي المتتبعات ديالي اللي كيشاهدوني دائما وكيثقوا فيا. الحمد لله الثقه ديالنا ما كتمشيش خساره خوتي. من كتوصل الصاله بهذا الابداع هذا كنقول الحمد لله، سواء بالنسبه للنجار اللي غادي نشاركوا معكم اليوم في هذا الفيديو اللي غادي نخلي لكم الرقم ديالو الفوق خوتي خواتاتي اللي بغيت يتواصل معاه، وغادي نخلي لكم صالات وحده اخرى يعني ميدين خويا المالكي مالكيش بوش عايب، اللي صراحة كيبدع حتى هو وكيعطي الواحد اللمسات ديالو في هاد الصالة. شوفوا معايا هاد الترواد دي، شوفوا كيخرجها. المهم خوتي خواتاتي، راه كاين بزاف ما يتشاف هاد الفيديو. اللي بغى يتواصل بوش عايب راه وعدني انه يصاوب كاع المهم مع المتتبعين ديالي، قال لي اللي عيط لي من طرفك مازال نقد معاه ونديرو تمازوين. والفيديو الجاي ان شاء الله غادي نحطو لكم الصالون المغربي من يدين المراكشي، يعني كاع المتتبعين ديالي اللي بغى يفرش الصالون، سواء كان عنده صالون قديم بغى يجدو ولا اللي بغى يفرش صالون جديد، عليكم مفروشات المراكشي امبلوم مراكشي. طبعا المره الجايه ان شاء الله غادي نحط لكم الفيديو، ما بغيتش ندير فيديو واحد باش هكا ما تخربقوش يعني في ارقام الهواتف وهذا. وغادي نخليكم ان شاء الله المره الجايه حتى الانستغرام باش هكا تواصلوا معاهم. وبقاو معايا اخوتي للاخر باش تشوفوا المالكي واش كيخرج من يديه، وغادي يعطيكم بزاف ديال الاسرار كما كتشوفوا معايا هنايا. غادي يعطيكم بزاف ديال الاسرار في هذا الفيديو، غير بقاو معايا اخوتي، راه كاين بزاف ما يتشاف. ويلا عجبكم الفيديو خليونا لي لايك ديالكم، نتمنى انكم تشجعوني اخوتي، راني كنبغي نجيب لكم الجديد ونبغي نفيدكم ونستفيد كما كيقولوا. الحاجه اللي تفيدني نبغي نفيدكم حتى نتوما. وهذا هذا كما كتشوفوا ترواد حتى هو، وشوفوا لي لا فينيسيون. المهم هو غادي يهضر وغادي يفهمكم مزيان. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم، فرجة ممتعة، لايكاتكم تشجيعاتكم لي كومونتير الزوينة ديالكم، ونتلاقاكم ان شاء الله فيديو جديد. شحال هادي هاهي، هاهي راه ملاقي هنايا كتشوف لا فينيسيون تاع الزواقة باللي مريكلة، يعني هاي الزواقة مريكلة، كاينش الغلط. تروتي انا وسته بالنسبة للفرمالية، عاوتاني التلاقية ديالهم كتكون هانت، التلاقية كتكون مريكلة. كنديرو الكروشيات توجور الكليان ديالنا العزاز، كنديرو الكروشيات واللي ما كناش نديرهم قبل راه نعاودو نديرهم لهم، ما كنتش كنديرهم قبل. ها الطلاقية، بالنسبة للطلاقية اللي قلت لكم دابا هادي راه طلاقية، شيا طلاقية هاد السداري ها هو على الاخر. بصح شوف الضو ديالها ولا بنسي ديالها، عاوتاني هنا كاينة الطلاقية كتكون فينيا. لا ما شاء الله طلعتها مدام بالصحة والراحة بالربح ان شاء الله. الصالة فوسيكير تشوفوا هنا كي دايرين الفوسيكير، عندها الصالة كاملة عوجة، بصح حنا حاولنا نديروها لها مريقلة. هانتو الصالة الحال شوف كيفاش داير، هانتو الصالة تجي مريقلة. واخا تكون فوسيكير يعني عندك العوجية في الحيط بزاف ولا،
الصالة كتجي مريقلة. هادي فوسيكي، هادي سي تقريبا نتايا فوسيكي راح شوية، هادي ماشي بزاف مهم. هادي فوسيكي شوف الفوسكر كيفاش داير هنا، حيتعوج بزاف حيتعوج بزاف. بصح شوف هنا، هنا الروان وحتى اللور الروان مانش ما كاينش ديفو كاع نهائيا. الا عنده المشكل في الفوسكر ما كاينش كاع المشكل، كلشي يجي مريق ان شاء الله.